احنا في نهايه المطاف حيوانات، حيوان ناطق، حيوان اجتماعي، بس احنا حيوانات خلقنا في هذه الطبيعه. الله خلقنا في الجنه وخرجنا من هذه الارض ايضا بجنانها وصحاريها وبحارها وانهارها ومحيطاتها ورملها وترابها وسمائها ونجومها، ابناء الطبيعه. الحياه المعاصره فيها انفصال مرعب عن الطبيعه، حياه كلها في صناديق في علب. وين الطبيعه؟ وين الاشجار؟ وين الخضره؟ وين العصافير؟ وين المياه؟ وين الانهار؟ وين 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 الهواء الفريش السليم؟ حتى تلوث ما في. الانفصال عن الطبيعه احد اسباب الاكتئاب. ما هي الاسباب الرئيسيه التي يمكن عشان نحذر منها ونعرف كيف نعالجها؟ ما هو اذا عرف السبب مش هنقول بطل العجب، عرف العلاج. اذا عرفنا بالضبط، اهم شيء التشخيص يا اخواني ان يكون دقيقا. في بعض الناس مات لانه طبيبه الفاشل فشل ان يشخصه على مدى سنتين وثلاث سنوات. قريبه لي انا ماتت بالذبحه الصدريه، عفوا بالانجينا بيكتريس، ما عرفوا شخصوها اكثر من سنه ثم ماتت المسكينه، وكان ممكن ببساطه عمليه باي بس بسيطه جدا جدا وكت بالالماني وينتهى الموضوع كله في نصف ساعه. طبيب فاشل ما عرف. هكذا يحدث دائما، هذا ممكن يتحطم انسان بسبب فشل وخيبه طبيب غير ماهر وغير نزيه وغير صادق في علمي. طيب اذا الاسباب كثيره يا اخواني. هذه الاسباب احد الذين كتبوا في هذا الموضوع كتابا رائعا جعلها كلها تحت عنوان الانفصال، disconnection، الانفصال. في بصير نوع من الانفصال، الانفصال عن الآخرين البشر، الوحدة، loneliness، الوحدة، الشعور بالوحدة. هذا عالي جدا جدا في المجتمعات الغربية، والآن في المجتمعات الإسلامية اللي اكتسبت نمط الحياة الغربي في الحياة، وخاصة مع السوشيال ميديا. وما شاء الله نبشركم جيكو إيه الميتافيرس. انسى انسى، أكثر ناس ستربح في عصر الميتافيرس الأطباء النفسيون وشركات الأدوية من الآن. هذا مش نبوء ومش ذكاء، هذا معروف يعني. هؤلاء سيربحون كثيرا جدا كما لم يفعلوا من قبل في عصر الميتافيرس. احنا هيك مش خلصين. فإذا الانفصال عن الآخرين، disconnection from other people، الانفصال عن الآخرين، الانفصال عن الطبيعة، العالم الطبيعي natural world. احنا في نهاية المطاف حيوانات، حيوان ناطق، حيوان اجتماعي، بس احنا حيوانات خلقنا في هذه الطبيعة. الله خلقنا في الجنة وخرجنا من هذه الأرض أيضا بجنانها وصحاريها وبحارها وأنهارها ومحيطاتها ورملها وترابها وسمائها ونجومها، أبناء الطبيعة. الحياة المعاصرة فيها انفصال مرعب عن الطبيعة، حياة كلها في صناديق في علب. وين الطبيعة؟ وين الأشجار؟ وين الخضرة؟ وين العصافير؟ وين المياه؟ وين الأنهار؟ وين 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 الهواء الفريش السليم؟ حتى تلوث ما في. الانفصال عن الطبيعة أحد أسباب الاكتئاب. ثلاثة، الانفصال عن القيم ذات المعنى، meaningful values، meaningful values، انفصال عنها، بتعيش بقيم أحسن من نعتها بأنها قيم ملوثة. يعني ذهنك ملوث بقيم ما ينبغي كانت أن تجد لها سبيلا إليه، لكن تلوث الذهن كما بتلوث بالضوضاء وبتلوث حتى بالعوادم، بتلوث بالأفكار الغلط. في رأس هذه القيم أن الاعتبار الأول والاهتمام الذي ينبغي أن يعطى لماذا؟ للمراكمة المادية، الفلوس والكونت والسيارات والبيوت والعقارات، المادة والمادة والمادة. دمركوا هذا، ما أعطى الناس سعادة، دمر الناس. وهذا مش كلامي، كلام العلماء المختصين، والدراسات كلها تؤكد هذا. هذا أحد أكبر أسباب الاكتئاب. أيضا العمل المنفصل عن المعنى، تشتغل عمل أنت وأكيد كثير منا جرب هذا، هذا العمل تشعر أنه يهدر عمرك لأنه عمل روتيني، لا تشعر أنه يضيف إليك شيئا ولا أنت به قادر على أن تصنع فرق في حياة أحد من الناس، مستحيل أبدا أبدا. عمل روتيني، سكر افتح أو خض الشغلة أو وقع مثلا أو مش عارف إيش العمل هذه، وأنت مستواك غير، طموحاتك غير هيك، وهذا العمل وبس وفيش غيره. وإذا بدك تفكر تتركه من الصعب جدا أن تجد بدين إيش للرزق. صرنا فيما يعرف بعبودية الأجر، الويج سليفري، عبودية الأجر، تتحكم بينا عبودية الأجر، هو هذا. إذن العمل ما فيه معنى، لكن شوف الإنسان الذي يمارس عملا يحبه، الله أكبر، هو ينمو بهذا العمل كل يوم، يشتاق إليه،
هو يشتاق أن يقوم من النوم ليذهب لكي يمارس هذا العمل الذي يضيف إليه، أو يشعر أنه إيه؟ يضيف به للناس. يعني حتى المهندس والطبيب والمعالج النفسي والطبيب النفسي يضيف، يضيف، يرفع معاناة الناس، يسعد الناس، يحقق شيئا للناس، لكن في أعمال ما فيها معنى كان يمكن أن يقوم بها روبوت، يا ريت يجيب روبوت يعملها أفضل يعني. لكن هذه فيها مهانة للإنسان، شعور إيه؟ بالمهانة. على ذكر المهانة، أحد الأسباب، ولا بد للأسف أن ننهي، أحد الأسباب أيضا شعور الإنسان بفقدان القيمة والمعنى والمثابة. ملوش احترام، ملوش إيه؟ احترام، ملوش قيمة، ملوش قدر، ملوش اعتبار، ومش شرط بطريقة مباشرة. نحن نعيش في ثقافة الآن عصرية تقريبا تشعرنا إلا قليلا، مين القليل هذا؟ المتميز جدا فينا. إذا واحد متميز عنده أموال كثيرة مثلا، بزنس مان كذا، عالم كبير، فيلسوف خطير، إعلامي ناجح نفترض، أيا كان، لكن الناس مش كلها زي هيك. جراح شهير، طبيب كبير أيضا، مش طبيب عادي حتى. ليش طيب؟ لأنه كل وسائل إيه؟ التواصل هذا على اختلافها، والتلفاز حتى من قبلها، بتعلمك أنه العالم يعج بالسعداء المتفوقين المبرزين اللي أنت مش واحد منهم. مش هم هذول هذول هذول. حتى إذا تعلق الأمر بالهيئة الشكلانية، الشكل، مليون رسالة أنت تتلقاها كل شهر، كل شهر تتلقى ألوف الرسائل عشان نكون يعني دقيقين، التي تفهمك مع كل إعلان تقريبا تقريبا أنك قبيح وغير لائق ومقزز، جسمك مقزز، شكلك مقزز، غير لائق، أنت لا تليق بالبلاج أو إيه بالشاطئ البيتش، ما بتليق، ما بتليق تكون إيه في الحفلات الإيه المميزة، ما بتليق بالسيدات الجميلات الممشوقات، لأنه جسمك وشكلك وشعرك وصلعتك وكذا. طب إيش الحل؟ تعال عندنا خذ منتوجنا، خذ العصا السحرية، ويا ريتها تعمل هيك، ولا عصا سحرية، عصا من خشب، خذ العصا السحرية وأنت ستصبح ذلك اللائق. كذب، كأننا أطفال. وعلى فكرة هتضحك وتقولوا طبعاً إعلانات للأسف الشديد، قال لك دراسة برضو هذه أثبتت أن كل الناس يعبرون عن ماذا؟ عن ثقتهم بأنفسهم وأنهم لا يخدعون بالإعلان، والدراسة أثبتت العكس تماماً، أنهم يفعلون، يتأثرون من حيث يدرون أو لا يدرون، بتأثروا والإعلان بيخترقهم. إحنا بنتعرض في اليوم يا إخواني لأكثر من 500 إعلان كل يوم. طبعاً اللي ماشي قدامك هذا جاي يصلي الجمعة معك ولابس إيه؟ مش عارف إيه، بوس ولا نايكي وكذا، ولا لابس في رجله نايكي، هذا إعلان هو حامل إعلان غير مدفوع مجاني، إعلان غير الإعلانات على الباصات طبعاً وفي الشوارع والبلاكات وغير التلفزيون وغير التلفون اللعين هذا، كل ما تفتح صفحة بدك تقول بسم الله بيجيك 200 إعلان، وقفل قفل قفل قفل، إعلانات فيض من الإعلان غير طبيعي، يستلبون إيه؟ من قيمنا الحقيقية، يفرض علينا القيم الملوثة